هناك لبنانيين أيضا قضوا بهذا الزلزال المدمر، يعني طبعا منهم دكتور وسام محمد وبنته، عم تشوف صورته من وادي خالد، ومعنا عمه الدكتور بر الأسعد عبر زوم. مساء الخير دكتور، تعزينا الحارة لحضرتك. شكرا لكم، والله يرحم موتاكم وموتى كل ضحايا الانفجار الزلزال. نعم، تعزينا منكررها لكم. وين كانوا الضحايا وقت اللي صار الانفجار، عفوا الزلزال؟ الدكتور وسام هو متخرج من شي 10 سنين، مخلص جراحة عظام. نعم. جراحة عظم. نعم. تزوج من امرأة تركية. نعم. عاش بتركيا وعم يشتغل بتركيا. وكان بمنزله نايم. وين بأي منطقة؟ مع عائلته ببيته. وين بأي منطقة كان؟ بمنطقة أنطاكيا. نعم. بمدينة أنطاكيا. نعم. نعم. فكان نايم ببيته، حصل الزلزال. نعم. الزلزال اللي كلياتنا شعرنا فيه. بعد الزلزال حاولنا الاتصال فيه، ما في عنده أي اتصال. نعم. حتى عرفنا انه مستشهد، لانه نحن نحتسبه عند الله شهيد. طبعا استشهد هو وبنته مع بعضهم كانوا. ايه نعم، هو وبنته، وفي مرته وابنه جرحى. كانوا كمان كانوا تحت الانقاض. نعم. تم انقاذهم، وحتى الان نحن ما بنعرف عن وضعهم الصحي كيف، لكن هون كل شيء عرفنا انهم عايشين. نعم. ان شاء الله يا رب يعني بيقطعوا يعني وبيشفوا. مين بلغكم بهالمأساة؟ بلغنا من المأساة اول شغله نحن، تليفون ابننا معنا، تم التواصل ما في اي اتصال. نعم. حكينا مع حماته. أخته عايشة بفرنسا، حكت مع حماته. نعم. أبلغتها إنه المبنى يلي فيها بيته صار على الأرض. نعم. وصرنا نتابع ونبعث من الأصدقاء حتى يتقصونا على الوضع، وكانت هذه هي الخبر الفاجعة يعني. الله يرحمهم، الله يصبركم تعزينا الحارة لألكم. الله يرحم دكتور وسام وبنته، ويا رب يشفي عائلته.